مرحبا معكم مراسل الجزائر من القناه الثانيه من موريتانيا. نشاهد الامطار التي ستاتي بعد قليل، وهناك الجو يظهر هذا، والكاميرا ننظر الى هنا، هنا الجو والمواطنين مرتعبين جدا. والله لا خايفين يا خويا، شوف الضال مسكين، الضال يكون فوق دار الضال يتخمم من باره الهلوب، الضال يشير نظرات جميله لكنها متعمقه بالبكاء. المواطنون ليسوا مستعدين للافطار. هل ستاتي 200 ملم؟